مرحبا جايز، كيفكم اليوم؟ جبت لكم فيديو جديد، وفيديو اليوم رح يحكي عن خبرتي وتجربتي في جامعة عين شمس سنة أولى الطب. أنا كتير متحمسة أحكي لكم أنا خلصت سنة أولى، لهيك حبيت أعملكم فيديو علشان كل الناس المعنية تيجي على مصر أو مفكرة أنها تيجي بالسنوات الثانية على مصر تدرس طب، يكون في عندها زي فكرة عامة عن كيف رح تكون الحياة هناك، كيف الجامعات وكيف النظام الموجود هناك. لهيك بنصحكم توصلوا هذا الفيديو للآخر وتحضروه كامل علشان تكون عندكم الفكرة والصورة واضحة. قبل ما ندخل في هذا الفيديو بدي أحب أعرفكم عن حالي. كل الناس ما بتعرفني، أنا اسمي يارا سلامة، أنا فلسطينية وبحب أعمل فيديوهات على اليوتيوب. ما تنسوا طبعا زي دايما تفجروا كبسة السبسكرايب يلي تحت وتحطوا لي لايك، وفي الكومنتات تحت تحكوا لي عندكم أسئلة تانية عن مصر وشغلة مصر كلياتها والجامعات أو أي إشي بخصوص الطب. يلا ندخل في الفيديو. اول اشي رح احكي عنه اليوم وهو جواب على سؤالي دايما بينسألني، خاصة لما الناس تعرف انا بدرس في مصر، هو ليه اخترت تدرس في مصر؟ ليه اخترت ادرس في مصر؟ سؤال جوابه طويل شوي، بس رح اختصره عليكم واحكي لكم انه مصر شفت فيها كتير الاشياء يلي انا بحاجة لها علشان اخلص طب واكون متمكنة من الوظيفة والمهنة يلي انا رح اكمل فيها باقي حياتي. فمثل ما انتم بتعرفوا مصر كتير كتير مشهورة في الطب، وكل جامعتها فعليا في الطب كتير كتير ممتازة وكتير لامعة، كتير مستواها عالي خاصة بالنسبة للجامعات كلها الموجودة في الوطن العربي، وبالأخص الجامعة اللي أنا بدرس فيها حالياً اللي هي جامعة عين شمس. النظام اللي موجود حالياً في مصر من الأنظمة اللي أنا كتير جذبتني علشان هيك أنا اخترت. النظام هو إنه في مصر ندرس 5 سنين طب مش 6 سنين، وبناخد 2 سنين امتياز مش سنة واحدة امتياز. إيه هذا الإشي منيح؟ لأنه هذا بيعطينا تدريب أكتر في المستشفيات وتعامل أكتر مع ناس من حواليك قبل ما أنت فعلياً تتخرج أو تدخل في المهنة وتصير دكتور عادي. انا صراحة حسيت انه لما بتدرس مثلا في جامعات بيكون 6 سنين وسنة واحدة امتياز، بيكون عندك خبرتك بكتير اقل بالطب وفي مجال الطب، غير انه يكون في عندك 5 سنين دراسة وسنتين امتياز. وبدي احكي لكم كمان انه جامعات مصر كلياتها كتير كتير مشهورة في التدريب العملي تبعها، وبركزوا على التدريب من اول سنوات موجودة عند الطلاب. تاني اشي اختياري في مصر اللي هو دراسة هناك كتير ارخص من دراسة لو اني انا بدي ادرس مثلا في جامعات فلسطين، لانه انا حاليا على السنة الواحدة عند الفلسطينية بيعطينهم 50% منحة او 50% اوف من القسط العادي. فانت فعليا في السنة الواحدة في مصر بتدفع بس 3000 دولار. ف 3000 دولار تقريبا بلس ماينس، طبعا في رسوم التسجيل بالاول وفي هيك شغلات يعني من هون ومن هون، بس هي اول ان اول تقريبا 3000 دولار. بس اول سنة بتدفع مصاري كأنه زيادة، مش عارف كأنه 600 ولا 700 دولار علشان رسوم تسجيل وهذا الحكي، بس بعدها بتصير تدفع حوالي 3000 دولار بالسنة. وانت يعني على 5 سنين بتصفي انت دافع بس 15000 دولار في ال5 سنين طب. يعني هذا بالنسبة لي رقم كتير كتير قليل بالنسبة للجامعات اللي انكم بدي ادخلها موجودة في الضفة، مثلا زي جامعة النجاح وجامعة ابو ديس. ثالث شغلة بدي احكي عنها هو عن المعدل. جامعة عين شمس او الجامعات المصرية بشكل عام بتقبل معدلات من فوق ال85، يعني اذا انت ما حالفك الحظ انه تجيب معدل عالي في التوجيهي، اذا انت كنت عم تدرس توجيهي في فلسطين مثلا هون او في الاردن او ما بعرف ايش الانظمة الثانية الموجودة، جبت معدل ما بدخلك الطب او بيكون بدخلك بس بدخلك موازي ومصاري كتير، جامعات المصرية بتقبلك تكون انت يعني من احسن الجامعات في الوطن العربي، بس معدلك مش بالضرورة يكون مناسب للجامعات الموجودة هون. رابع شغلة بدي احكي عنها هو المعيشة. طبعا بيختلف من منطقة لمنطقة، انا بدي احكي حسب خبرتي في سكنتي في القاهرة. القاهرة هي عاصمة، فايش طبيعي انك تلاقي مناطق فيها غالية ومناطق فيها كتير رخيصة ومناطق فيها متوسطة. لهيك كل واحد فعليا وكيف النظام حياته رح يكون، يعني اذا هو حاب يعيش في منطقة غالية رح يدفع كتير اكتر من واحد حاب يعيش في منطقة كتير رخيصة. فبالنسبة للمعيشة كل واحد وحسب قدرته بيقدر يمشي حاله، يعني لو كان مثلا قدرته اقل ممكن يروح يعيش في منطقة ارخص وممكن يدبر حاله عادي ويكون عايش حياة كتير منيحة، واذا كان بده مثلا يعيش في منطقة غالية برضه بينفع. فهو المعيشة حسب كل واحد وكيف قدرته ممكن يعيش حياة كتير منيحة. هاي فعليا معظم النقاط اللي انا كنت عمالي بطلع عليها لما اجت بدي اسجل بجامعة، هو انه تكون الجامعة كتير عريقة ومعروفة، يكون الطب فيها كتير قوي، يكون تدريب فيها كتير قوي، وكمان يكون التعليم برضه مش غالي ويدخلني في معدلي عادي، يعني مش موازي ولا بدفع اكتر ولا هيك، برضه تكون المعيشه لإلي منيحه واعيش فيها يعني حياه منيحه.
وهلا رح اجي احكي لكم عن النظام. رح احكي تقريبا كل اللي رح احكيه رح يكون منطبق على جامعتي اللي هي جامعه عين شمس، لان انا الصراحه ما كان عندي وقت كتير اني اختلط في جامعات ثانيه خاصه الجامعات اللي برا القاهره، فما بعرف كتير منيح اذا نفس النظام هم متبعينه. يعني اكيد حيكون 5 سنين وسنتين امتياز، بس ما بعرف هلا بيكون المواد نفسها اكيد رح تختلف، المواد طريقه اعطاهم للماده رح تكون شوي مختلف، لهيك انا رح احكي عن خبرتي في جامعتي. انا بدي احكي لكم انه الطب دائما رح يكون في نظري وعملي. كل ماده موجوده عندك او رح تاخذها ان كان في الفصل الاول او بالفصل الثاني رح يكون فيها شغلتين، دائما رح يكون في منها عملي ودائما رح يكون فيها منها نظري، بس الفرق بينهم انه المحاضرات النظري فيك تروح تحضرها اذا انت بدك او لا، لانه ما بيكون في عليها حضور وغياب، بس بمحاضرات العملي دائما بيكون في عليها حضور وغياب، وممنوع تغيب عن فعليا 60% من المحاضرات. يعني لو تقريبا كان عندك، لنفترض انه كان عندك 10 محاضرات عملي لهاي الماده، ممنوع تغيب اكثر يمكن من 3 أو 4 محاضرات. هذا الاشي كتير حبيته. ليه؟ لانه انت بتحب تسمع الشرح بالك تقدر تروح على المحاضره، اذا انت بتحب تسمع بس الشرح يعني اوديو بس فيك تاخذ الاوديو او ريكوردز من الطلاب اللي حواليك وتسمعهم، اذا انت بتحب تدرس لحالك من الكتاب برضه بتقدر، فبيعطيك مجال انك انت تدرس بطريقه. في كمان شغله شوي غريبه انا استغربت منها وهي فعليا لكل السنوات مش بس السنة الأولى، هو إنه كل مادة بيكون في منها مثلا احكي لنفترض يعني إنه هاي المادة منها 5 شابتر، مش بالضرورة الخمسة يعطيك إياها نفس البروفيسور أو نفس الدكتور، يعني ممكن الشابتر الأول تتعود مثلا على دكتور معين أو بروفيسور معين، تروح تلاقي لما تخلص هذا الشابتر إنه بس يخلص هذا الشابتر، الشابتر اللي بعده ولا الشابتر الثاني يمكن يجي بروفيسور أو دكتور ثاني، فهو فعليا بيكون مقسمين كل شابتر لا دكتور او بروفيسور معين، او ما بنحكي كل تشابتر، كل مجموعه يعني لها علاقه في بعض بيعطيك اياها لا بروفيسور او دكتور معين. لهيك حتشوف انه في الفصل الاول مثلا من كتر ما اجاني دكاتره ومن كتر ما اجاني بروفيسوريه انا فعليا بطلت احفظ اساميهم بطلت اعرفهم، لانه فعليا كل اسبوع اسبوعين بيتغير معي دكتور في الماده الواحد. بس بدي احكي لكم انه كل تشابتر ما بيكون كتير له علاقه في التشابتر اللي بعده، لهيك هو زي كأنه بيجي دكتور بيحكي عن موضوع معين بيخلص هذا الموضوع كامل، بيجي بعدها بروفيسور تاني أو دكتور تاني بيشرح لك عن موضوع تاني، فاهمين؟ لهيك بالأول أنت بتتخربش، بس المواضيع ما بتختلط في بعض، يعني مستحيل مثلا في نص الشرح أو في نص المادة يجي واحد يتغير. نحكي هلأ شوي عن الامتحانات الموجودة. الامتحان تقريبا رح تكون امتحانين قبل الفاينل لكل مادة، بيكونوا عادة في عين شمس كنا ناخدهم يوم سبت، لأنه يعني يوم سبت بتكون عنا عطلة، إحنا عطلتنا بتكون جمعة سبت في الجامعة، سبت بيكونوا حاطين عادة الامتحانات، فإحنا ما بنروح على محاضرات ولا إشي، مش يعني وقت المحاضرة بناخد الامتحان، الامتحانات كلها بتيجي في الامتحان الأول والثاني MCQs، يعني ضع دائرة، بيكون مثلا على الامتحان الواحد تقريبا 20-25 ضع دائرة، بيكون تقريبا على كل ضع دائرة معك دقيقة دي أو شوي، مستحيل أكتر، وحتى مرات بيكون أقل. امتحانات الفاينل بتكون كتابة معها كتابة، بس الكتابة بتكون أسئلة جوابها بيكون على قد السؤال، يعني بيكون جوابها فعليا سطر سطرين ما بتعدى هذا الحكي يعني. بس أنا بقيس على سنة أولى، خبرتي في سنة أولى ما كان الامتحان يعني تعدى الساعة، مستحيل، أنا مش متذكر تقريبا قديش كان ياخد، بس من 40 دقيقة ل 50 دقيقة كان ياخد. الفصل الأول حابة أحكي لكم عن المواد اللي أخذتها. المواد اللي أنا أخذتها بالفصل الأول كانوا حوالي 12 مادة، ما تخافوا من الرقم، بالعكس يعني حسيت أن المواد سهلة إذا بتندرس أول بأول. المواد اللي أخذتها بالفصل الأول بتعلق في الطب هم الفسيولوجي، أناتومي، والإمبريولوجي، والبايوكيمستري، وأخذت الجينيتكس، وأخذت الإميون، هدول وصح، وفي كمان الإنجليش فور ميديسن، هدول كلياتهم تقريبا لهم علاقة في الطب، أو يعني كلياتهم 100% طب. في عندنا كمان شغلات تانية زي الكمبيوتر سكيلز، بيحكي لك خبرتك في الكمبيوتر وهيك شغلات، بعطيك مادة إلكتيف انت بتقدر تختارها بعدين، اللي هو زي فرنسي، اسباني، رسم، موسيقى، سيلف ديفنس اللي هو دفاع عن النفس وهيك، فهدول الشغلات بيكون زي إلكتيف، انا طلع لي وقتها فرنسي. وفي كمان اللي هو تايم مانجمنت وبرزنتيشن سكيلز، ومن هاي الشغلات بتكون زي محاضره بتاخذها كانه بين فتره وفتره، هذا ما بيكون عباره عن برزنتيشن، ما بيكون امتحان كتابي واحد، وبس الفاينل منه امتحان كتابي، بتروح على الجامعه بتروح بتقدم الامتحان، بس بيكون كلياته على الكمبيوتر ما بيكون كتابي. في كمان الريسيرش ميثودولوجي والبايو ستاتستكس 1، الريسيرش بحكي لك كيف انت تبدا تعمل ابحاث وهيك. ففي الفصل الثاني المواد اللي اخذناها هو الباثولوجي، اخذنا الفارماكولوجي،
اخذنا اللوكوموتر واخذنا انفكشن واخذنا بي اتش سي. كل الشغلات اللي انا كنت حابه السنه الماضيه اعرفها قبل ما ادخل على مصر حكيتها في هذا الفيديو، لانه بعرف انه في كتير ناس رح تيجي السنه هاي والسنوات اللي بعدها، فلازم يكون في عندها زي باك جراوند عن الاشياء اللي حتواجهها في الجامعه عشان تكون صورتها واضحه وما تنصدم في الاشياء اللي حتلاقيها. واخر شيء حاب احكي عنه اللي هو المعيشه في مصر. معيشه السنه الاولى كانت شوي غريبه لانه انا ما عمري رحت على مصر من قبل، فكانت حياتي فعليا زي كاني كل يوم عايشه في مسلسل. كان في طبعا الاشياء المنيحه والاشياء المو منيحه، طبعا في كل مكان في اشياء ايجابيه وفي اشياء سلبيه، بيعتمد على الواحد وين بيروح وين بيسكن كيف بقضي وقته وهيك. انا ابدا مش ندماني على اختياري في مصر. كمان شغله انا نسيت احكي لكم عنها انه انا حاليا من جامعتي صار في عندي اصحاب من كل الوطن العربي فعليا، فانا فعليا لقيت ناس جاي معي من مصر، من فلسطين طبعا، من الاردن، من سوريا كثير، في من الكويت، من السعوديه، من العراق، من موريتانيا، تعرفت ناس من السودان، من الصومال، ناس جايه من بريطانيا، ناس من الهند، ناس من كندا. ففعليا حتتعرف على ناس من كل مكان، تفتح افاقك كثير، تتعرف على عالم جديد. صح كلاتنا كنا تقريبا نحكي عربي بس بنفس الوقت كان في ثقافات مختلفه. بس فعليا هيك وصلنا لنهايه هذا الفيديو. عجبكم هذا الفيديو حطوا لي لايك وان شاء الله يعني استفدتوا منه. اذا حابين تواصلوا معي على مواقع التواصل الاجتماعي هو على الفيسبوك، على الانستغرام، وعلى سناب شات تبعي او على الايميل، بتلاقوا المعلومات كلها في الديسكربشن بوكس تحت. يلا تشاو.